أهلا بكم في دورة تعلم برنامج الرفت المعماري 2024. في هذا الفيديو هنتعلم أسرع طريقة أقدر أعرف بيها المعلومات عن الحائط بتاعي، زي الطول بتاعه، المساحة بتاعته، الفوليوم بتاعته. طبعا المعلومات دي بتفيدني في إن أنا أقدر أعمل حصر للمشروع بتاعي للحوائط بطريقة سريعة. وليكن اخترت أمر وول وابتديت ارسم حائط بطول 20 متر بهذه الطريقه. انا عندي حائط طوله 20 متر، عايز ابتدي اعرف المعلومات اللي اتكلمنا عنها عن الحائط ده. هبتدي اختار الحائط وهاجي على اليمين على الشمال في البروبرتيز بتاعت الحائط ده، هلاقي طبعا بادئ من فين ومنتهي فين. هنزل في الاسفل هلاقي في جزء اسمه دايمنشن، هلاقي ان بيقول لي ان اللينس بتاع الحائط ده 20 متر. فعلا انا رسمت الطول 20 متر، بيقول لي ان الاريا بتاعته 160 متر مسطح، وبيقول لي ان الحجم بتاعه او الفوليوم 32 متر مكعب. طيب لو جيت وضفت باب على الحائط ده او مجموعه ابواب بهذه الطريقه، وجيت اخترت مره تانيه الحائط، هلاقي ان الاريا بتاعتي الطول مازال زي ما هو، الاريا بتاعتي اتغيرت والحجم بتاعي اتغير. ليه؟ لان هو خصم ابعاد الابواب بتاعتي من هذا الحائط. طيب افتكر ان المساحه بتاعتي 154 تقريبا والفوليوم 30. لو جيت كمان رحت للويندو وابتديت اضيف مجموعه من الشبابيك زي ما هو واضح قدام حضرتك، وجيت اخترت الحائط بتاعي مره اخرى ونزلت في الاسفل عند الدايمنشن، هلاقي ان الطول بتاعي زي ما هو والاريا اتغيرت من 153 والفوليوم 30 معايا. ليه؟ لان هو خصم الابواب وخصم الشبابيك بتاعتي من الحائط بتاعي. طب لو جيت اخترت الحائط وغيرت طوله خليته وليكن 5، هشوف الكلام ده هيأثر معايا ولا لا. وجيت اخترت الحائط ورحت للبروبرتيز مره اخرى، هلاقي ان الطول اصبح فعلا 50، فبالتالي الاريا اصبحت 393 والفوليوم اصبح 178 متر مكعب. فدي كده اسرع طريقة تقدر تعرف بيها معلومات عن الحائط وتقدر تحصر بيها جميع الحوائط اللي عندك في المشروع بتاعك. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الفيديو مفيد ويقدم معلومة لحضرتك. أشكركم، نلتقي بفيديو آخر بإذن الله تعالى.